إخواني أخواتي متتبعي الإخبارية 24، حنا الآن تنتواجدوا في دوار سواسيين بالضبط في جامعة سيدي الكامل التابعة لإقليم سيدي قاسم. جينا باش نقرب لكم المعاناة ديال الساكنة ديال سيدي الكامل اللي تتكرر كل سنة، كل ما هطلت أمطار الخير تيفيض هاد النهر هذا اللي هو النهر الضم اللي جاي من مكناس، والمعاناة ديال الفلاحة دائما كل سنة وفي انتظار المسؤولين اللي ما طلوش عليهم. حنا مع احد المواطنين اللي غادي نقول لكم المعاناة ديالو. خواتي الله يخليكم، انتظرونا وشوفوا فينا، راه حنا هاد البلاد عندنا راه ديما في تهديد، ديما حنا هانتوما شتو قدامكم الفيضان ضاربه، راه حنا كنطاكيو دابا على الكسيبه، الفصه هي غبات، الزرع كيغبى، الله يخليكم. والتمن ما كاينش، التمن داير 800 ريال، انسان هي بغباتنا الفصه دابا وغبالنا هاد الشيء، فين غنعطيو الراس؟ الله يخليكم، الله يرحم الوالدين. كنطلبوا من السيد العامل ينتظر فينا ويصيفط لنا شي ناس مسؤولين يجيو ينتظروا ويشوفونا حنا شنو واقع لنا. شنو الزراعه اللي تزرعون عندكم دابا؟ الفصه والزرع. تكون تقريبا جينا دابا اللي غباتنا دابا تكون جايه واحد 200 ولا 250 هكتار دابا اللي غابيه، وكنطلبوا من الناس مسؤولين ينتظرونا يشوفوا، واللي الناس اللي مديرنا هذا الواد راه مكالي، كنطلبوا من الناس مسؤولين ينكسوا لنا هذا الواد، وينتظروا الناس اللي دايرين المواطر مكالي الواد، راه اللي مكاليين هما اللي عاطينا الدق حنا هنا. هم انتوما كفلاحه لمن تبغيو توجهوا النداء ديالكم؟ كنوجهوا النداء ديالنا للسيد العامل. السيد العامل ينتظر الناس مسؤولين ديال الفلاحه، ينتظرونا ويطلعوا علينا ويشوفونا، راه حنا مرسين بزاف. ها قدامكم، ها هي طلوا تشوفوا، الا كذبنا عليكم طلوها، الناس هي كتكاليه، قعدوا شوف قدامك. والله يخليكم، كنطلبوا من الناس مسؤولين، راه حنا مرسين بزاف، راه هذه هي البلاد الهوته، فيما تكون شي شتاء بكثره نكونوا حنا الاولى غابين. وانتظروا مزيان. وهذا كيجي من واد رضم. هذا المشكل منين عندكم، منين تتعانيو به؟ كنعانيو به من هاد الناس اللي مكالين دابا، صحاب الروازيه ديال قطعه 16 مع المحاجبه، مع هما اللي مكالين لنا الواد باش كيسقيو، دابا هما هادئين وحنا غابين. شنو المسؤولين؟ كندي لهم هاد النداء ينتظرونا ويتحملوا هاد المسؤوليه ديالهم، راه حنا مرتين بزاف، وتنتظروا هاد الشيء للسيد العامل هو يصيفط لنا الناس مسؤولين ينتظروا هاد الشيء هذا، راه حنا مرتين وما كاينش اللي جا طلع علينا. ها هي دابا اليوم 3 ايام وديال هاد الماء هذا ساد وما كاينش اللي جا ينتظر من هاد الناس مسؤولين يجيو عايشوفوا فينا ويطلعوا اشنو واقع لينا، راه ما كاينش اللي كيسول فينا. والسلام عليكم وسمحوا لنا، شكرا. بالنسبه كنطالبوا بالسيد العامل الله يجازيه بخير كيف يتدخل في اقليم جماعه سيد الكامل. جماعه سيد الكامل هي متضرره، واقليم سيدي قاسم وجماعه سيد الكامل، حنا هاد المسائل الاراضي الفلاحيه اللي هي كتاثر من هاد الماء ديال المطار، وكاينه واحد الواد اللي هو باهت عدو 6 متر اللي كاينه فيه ديال العرض ديالو، ولوفيز بانه كتاخذ دعم من الفلاح، وتنطالبوا سيد العامل كيف يتدخل عاجلا ان شاء الله، جزاه الله بخير كيف يتدخل لنا عاجلا، كينظر لنا هذه النظره لهذه القضيه ديال الفلاحيه. الله يجازيكم بخير.